ما يمكن. عندنا بلاست سيلز اللي هي المالجنان سيلز، هذه راح تتكاثر وتتكاثر وتتكاثر بالبون مارو على حساب ذا اذر سيلز بالبون مارو. فالاذر سيلز اللي بالبون مارو راح تتاثر نتيجه انه صار عندنا البون مارو انترس بلاست سيلز. فالمفروض البون مارو يطلع لي ريد سيلز، فاللي راح يصير هيصير سبريشن بالريد سيل برودكشن فيصير عندي انيميا، سبريشن بالبليتليتس برودكشن فيصير ثرومبوسايتوبينيا. اوكي، واحيانا انه اصلا مرحله السبريشن بالوايت سيل برودكشن، الماتشور وايت سيلز راح تكون قليله. اللي موجود عندي بالبون مارو هي بلاست سيلز، اللي عندي بالبون مارو هي بلاست سيلز، هذول مالجننت اب نورمال سيلز ما تشتغل زين. فالماتشور نيوتروفلز، الماتشور نيوتروفلز راح تكون قليله، فيصير البيشنت يصير عنده لايبيليتي تو جيت انفكشنز. بليتلتس راح تصير قليله، فالبيشنت راح يصير عنده بليدنج تندنسي. بليتلتس قليله، فالبيشنت يصير عنده بليدنج تندنسي. اوكي، ويصير عندنا انيميا لانه راح يصير سبريشن اوف ريد سيل برودكشن. سمتايمز نلقى بالبريفيرال بلاد ليوكوستاسيس، مرات بالبلد يصير عندي ليوكوستاسيس، زيادة عدد بلاست سيلز بشكل مهول، أكثر من 50,000 بلاست سيل بالبريفرال بلد تطلع من البون مارو نتيجة زيادتها بالبون مارو تروح للبريفرال بلد، فتسوي لها فتحالة اسمها ليوكوستاسيس. أوكي، هذه ليوكوستاسيس الريكس الوايت سيلز راح تترسب باللنجز. شوفوا هذا pulmonary leukostasis. pulmonary leukostasis. pulmonary leukostasis. ده أشر عليها. So what are the clinical manifestations of acute leukemia؟ شباب مركزين وياي؟ دكتور leukostasis يعني هنا في شغلة malignant. وياك دكتور. روج بالدم. عافية عافية. malignant cells لما تزيد وتطلع بالبلد راح يصير اسمها، هتسوي لي حالة اسمها إذا زاد عددها على 50,000 راح يسموها leukostasis. malignant cells طلعت من البون مارو جت للبلد. راح ألخص، أعيد مرة ثانية وألخص. أنا عندي حالة من شنو؟ بون مارو failure. ليش؟ عندي heterogeneous group of cancers of blood cells. صار عندي cancers of blood cells. هاي وين موجودة؟ موجودة بالبون مارو. شنو سببها؟ genetic change in the hematopoietic precursor. genetic change بالprecursor cells. من صار genetic change بالprecursor cells شنو صار بيها؟ abnormal growth, abnormal proliferation, abnormal differentiation. هذه malignant cells يسموها blasts. زين، هذه malignant cells اللي اسمها blasts شنو راح تسبب لي أعراض؟ هتسبب لي أعراض لها علاقة بالبون مارو فيلير، لأنه البون مارو مليان بلاستس، والبلاستس هي abnormal cells they are not differentiated، ما تشتغل زين. فراح يصير عندي features of anemia، البلاد سيلز ما راح تطلع لي بشكل جيد، فما عندي هيموغلوبين، هيموغلوبين قليل، فيصير عندي أنيميا، حصير suppression للمارو activity، البون مارو ما راح يقدر ينتج ريد سيلز، ما راح يقدر ينتج بليتلتس، ما راح يقدر ينتج بروبر وايت سيلز، سبريشن اوف مارو اكتيفيتي لانهم مليان بالابنورمال بلاست سيلز، فماكو مكان للنورمال هيماتوبويسيس. ومرات هذه البلاست سيلز تطلع من البون مارو وتروح تو ذا بلاد بعدد كبير يسموه ليوكوستاسيس، ومرات تسوي انفلتريشن اوف ذا تيشوز. هذه الليوكوستاسيس البلاست سيلز بالعدد الكبير تروح للتيشوز، تيشوز يصير بها بلاست سيلز. وايضا يصير عندنا سيستميك مانيفيستيشنز، يعني البيشنت يصير عنده فيفر، يصير عنده ويت لوس بسبب هذه الحاله مالت الاكيوميليشن اوف بلاست سيلز. زين، ايضا البيشنت يصير عندهم بون مارو اكسبانشن اند بون بين، بون مارو فيلير فيصير ليوكوبينيا، ثرومبوسايتوبينيا اند انيميا. تعرفوا شنو يعني ثرومبوسايتوبينيا؟ دكتور يعني ما عندنا بليتليت. عفية، ليوكوبينيا وايت بي سي. So patient is liable to get infections, liable to get bleeding وعنده انيميا. زين، فالcommon symptoms of acute leukemia عندنا systemic features اللي هي weight loss،
fever and frequent infections. ليش يصير عندهم fever and frequent infections؟ قلنا لأنه the malignant whites, the malignant blast cells will accumulate in the bone marrow, which is suppression of the normal hematopoiesis. For suppression لل white cell production, suppression لل hemoglobin, suppression لل platelets. For suppression لل hemoglobin, فيصيرون anemic. Suppression لل platelets for bleeding tendency, low platelets count. Suppression لل white cells, فيصير عندهم frequent infections. مرات يصير عندنا shortness of breath بسبب الأنيميا أو بسبب اللوكوستاسيس اللي يصير باللنجز. يصير عندنا shortness of breath أو بسبب lung infections. Muscular weakness and bone pain. Bone pain لأنه صار عندي expansion within the bone. البون انترس malignant cells فأكيد راح يصير painful. إضافة إلى psychological features, psychological problems, fatigue and loss of appetite. لاحظوا أنه بالأكيوت لوكيميا يصير عندي lymph nodes involvement, lymph nodes enlargement. ليش الليمف نودز تكبر؟ لأنه تروح المالجنس سيلز تطلع من البون مارو، تروح للبريفرال بلاد، تروح للليمف نودز وتتكاثر أكثر وأكثر بالليمف نودز، فيصير عندي ليمف نود سويلينج، ليمف نود سويلينج. تروح للسبلين والليفر، فيصير عندي سبلين انلارجمنت، ليفر انلارجمنت. وبالسكن راح نشوف ايزي بروزنج اند بليدنج. ليش؟ لأنه البليتلتس ار لو بسبب الـ bone marrow suppression. فإذا there will be bone marrow شنو؟ failure. Bone marrow ما راح يشتغل زين. Anemia تقل الهيموغلوبين. Thrombocytopenia تقل البليتلتس. والوايت سيلز راح تقل. أوكي؟ لو أعيد. أكثر عفو بس سؤال. الكل ده يسمع واضح؟ لو أحد ما سمعني وأعيد. اللي مدى يسمع خليه يكتب بالتعليقات المايك مدى يشتغل ومدى أسمع. وإذا دا انتظر دا باوع على الشات، إذا أكو واحد مدى يسمعني خلي يقول ترى مدى أسمعك حتى أرتب الموقف. وإذا كلكم دا سمعون جيد. نعم دكتور. واضح دكتور، واضح دكتور. قيس بس سؤال. أين مرتضى؟ دكتور أسان، أنت قلت إحنا عندنا جينيتك ميوتيشن، يعني هو إحنا غير المفروض الجسم ما راح تكون له قابلية أنه ينتج نورمال سيل، يعني بغض النظر عنه هو سبريشن مال بون مارو. هو بالضبط حكيك صحيح مرتضى. جينيتك ميوتيشن وين؟ بالبريكارسر سيلز. وين؟ بالبون مارو. فالجينيتك ميوتيشن تخلي بطريقه تسويها نيوبلاستيك سيل، تخلي هاي السيل اب نورمال بروليفريشن يصير بيها. ايه السيل مرتضى البريكارسر سيل اللي المفروض تنطيني ماتشور سيلز، ما راح تنطي ماتشور سيلز. هي مو البريكارسر سيل بالبون مارو تنطيني ماتشور سيلز بالبيرفرال بلاد. نعم دكتور. فما راح فالبريكارسر سيلز لانه بها جينيتك ميوتيشن ما راح تنطي الوايت بي سي الوايت بلاد سيلز المطلوب من عندها تعطيها. الماتشور سيلز ما راح تطلع، فراح يصير عندي ماتشور سيلز قليله وايت سيلز لوكو. الماتشور وايت سيلز قليله اللي هي متمثله بالنيوتروفيلز، فالنيوتروفيلز قليله لذلك انا كاتب لكم لوكوبينيا يعني وايت سيلز قليله. ثرومبوسايتوبينيا هذه المالجنت سيلز راح تترسل البون مارو فتصير البليتلتس. ما عندي مجال ان تتكون بليتلتس البون مارو، ما راح يصير بي ميجا كاريوسايت اللي هي البريكارسرز مال البليتلتس، ولا عندي بريكارسرز مال ريد بلاد سيلز بشكل كافي، فراح يصير عندي انيميا ثرومبوسايتوبينيا اند لوكوبينيا. دكتور يعني انترس مالجنت سيلز. دكتور ايه العفو فهمتك انا دكتور، يعني بس قصدك هنا احنا الابنورمال راح يصير بس بالوايت بي سي وهي بعدين تاثر على البقيه؟ لو هي اصلا بالاساس الابنورمالتي مينلي بالبريكارسرز مال الوايت بي سيز، المينلي هي البريكارسرز مال الوايت بي سيز. اي تمام دكتور. سؤالي عندنا ابنورمالتي بالبريكارسرز مال الوايت بي سيز، فالار بي سيز ما راح تطلع لانهم ترس البون مارو في البريكارسرز مال الريد سيلز ما راح تنتج شيء لان ما عندها مكان. هذيك المالجنت سيلز rapidly proliferating تحتل للبون مارو، فبعد ما تطلع فالبريكارسرز مالت الريد بلاد سيلز حتكون قليله جدا، فالبريد بلاد سيلز تطلع من عندها ماكو قليله فانيميا. البريكارسرز مال البليتلتس قليله فيصير ميجا كاريوسايت قليله فيصير ثرومبوسايتوبينيا. والوايت سيلز الوايت سيلز على اعتبار انه المالجنت سيلز تنحسب ضمن الوايت سيلز احيانا يقولون
لوكوسايتوسيس اذا المالجنسس طلعت للبون مارو فحيقولون طلعت للبريفرال بلاد راح يقولوا لوكوسايتوسيس. اذا المالجنسس بقت بالبون مارو فالمتشور سيلز اللي تطلع للبريفرال بلاد قليله فلوكوبينيا. واحيانا المالجنسس تطلع من البون مارو للبريفرال بلاد يصير عندي لوكوسايتوسيس وتروح المالجنسس للليمف نود التشوز الى اخره. تمام دكتور شكرا. بالشات احد الزملاء قال السلايد الاول ما كان واضح. السلايد الاول وهو يلخص كل كلامنا مال اليوم. هيتروجين اكيوت لوكيميز هي هيتروجينس جروب اوف كانسرز اوف بلاد سيلز. كانسرز بالبلاد سيلز ومينلي بالاكيوت لوكيميا احنا نقصد الوايت بلاد سيلز. They arise from genetic change in the hematopoietic precursor cells. Genetic change in the hematopoietic precursor cells. The precursor cells الموجودة بالبون مارو حيصير بها genetic change بحيث يصير بها abnormal growth, abnormal proliferation, abnormal differentiation. وهذه المالجنين سيلز اسمها blasts. والأكيوت لوكيميا قسمنا على AML, ALL تقسيمات رئيسية وقلنا بالكلينيكال فيتشرز راح يصير بون مارو failure, expansion of blast cells بالبون مارو, suppression of the marrow activity, infiltration of tissues by blast cells, وgeneral systemic features. أهم شيء تحطون ببالكم أنيميا and thrombocytopenia من العلامات المهمة بالأكيوت لوكيميا. أوكي؟ هسه how to diagnose acute leukemia. حتى نسوي diagnosis للacute leukemia نحتاج إلى morphology يعني peripheral blood examination bone marrow examination حتى نشوف مثلا بالbone marrow أكو abnormal blast cells موجودة بالbone marrow بكثرة. بالperipheral blood راح نشوف أكو anemia ونشوف أكو thrombocytopenia يعني نشوف الأشياء النورمال قليلة بالperipheral blood. cells النورمال قليلة بالperipheral blood لأنه صار عندي bone marrow suppression in the bone marrow. زين أسوي cytochemistry. ليش يسوون cytochemistry؟ لأنه هذه blast cells malignant cells أنواع مختلفة أحتاج أسوي cytochemistry حتى أعرف يا نوع وأسوي immunophenotyping أيضا حتى أعرف يا نوع malignant cells عندي. تذكرون أنا قلت لكم أكو عندي أنواع بال AML acute myeloblastic leukemia acute lymphoblastic leukemia أنواع كلها مشتركة كلها تشترك بأنه عندي malignant precursor cells بس حتى أعرف ياهو malignant يا precursor والـ precursor cells مراحل حسب يا مرحلة من الـ precursor cells صارت عندي المشكلة قسموا لي سووا لي هذا الجدول الـ acute myeloid acute lymphoblastic leukemia وحسب الـ cause أيضا. But for the diagnosis, أحتاج morphology, peripheral blood, bone marrow, أحتاج cytochemistry, وأحتاج immunophenotyping. أيضاً أسوي cytogenetic studies, karyotyping, FISH, لأنه أكو certain translocations صايرة يعني مو قلت أكو abnormal genetic mutation, بعضها translocations. فأني أحتاج أسوي cytogenetic studies, وأسوي karyotyping, أسوي FISH, يعني fluorescent and cytohybridization. هاي كلها تكنيك حتى تكتشف شنو الجينيتك ابنورماليتي لان انا اذا اكتشفت الجينيتك ابنورماليتي راح اقدر اعرف بالضبط يا نوع من انواع الاكيوت لوكيميز لانه العلاج احتاج اعرف يا نوع بالضبط على مود نعالج. ايضا اسوي ميوتيشنال اناليسيس بالبي سي ار بالنكست جينيريشن سيكونسينج بالاكسبريشن اريز. فمثلا من الانواع كان عندي acute myeloid leukemia فحتى اقول اشخص acute myeloid leukemia I have to have any one of the three common things of the three following things. اما number of blast cells يعني malignant abnormal cells اكثر من 20% بالbone marrow اجي اكثر من 20% من البون مارو blast cells هذا يكفي لان اقول acute myeloid leukemia أو هذا الأكثر من 20% بالperipheral blood أو ألقى cytogenetic alteration diagnostic of AML cytogenetic alteration diagnostic of AML
يعني حتى لو أنا ما شفت البلاست سيلز، بس إذا اكتشفت translocation 15-17 20-21 inversion 16 translocation 16-16 هذول translocations معروفة specific للAML. إذا لقيتهم راح أقول AML حتى لو باقي الأشياء بعدها بصائرة. ليش؟ لأنه مرات يعني أكتشف translocation وأكتشف المشكلة قبل ما malignant cells يزيد عددها وتزيد symptoms عند patient. ايضا اذا لقيت accumulation of blast cells in the extramedullary site، شنو extramedullary؟ يعني خارج البون مارو، لقيت blast cells خارج البون مارو معناته انا عندي malignancy of blast cells وطالعه من مكاناتها، فهذا ايضا diagnostic of acute leukemia، acute myeloid leukemia. الacute myeloid leukemia أكو بي certain immunophenotyping of AML cells، أكو certain immunophenotype بال AML cells حتى أعرف بالضبط هذه ياهو. فإذا كانت البلاست cells بيها CD13 positive فهذه myeloid in nature، وأنا قلت أكو قسم myeloid أكو قسم lymphoid. CD13 يعني myeloid، CD33 myeloid، CD34 this is an early precursor cell. HLA-DR, this is positive in most AML, negative in APL. هذه تساعدني حتى أوصل للتشخيص يا نوع من أنواع الAML يا نوع من أنواع الALL، أحتاج أعرف الimmunophenotyping. حكينا على AML، كل نوع من أنواع الAML it's called AML with recurrent cytogenetic abnormality translocation 15-17. شباب كل شيء واضح؟ أكو سؤال لحد الآن؟ تمام دكتور واضح.